الله يحييك ابو عبيد، مساء مبارك. الله يبارك بايامك ويجعل بيتكم عامر ان شاء الله. يا ابو عبيد، ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحة وين ضيفنا؟ يا بعد حي ابو عامر، ما من كلافك، عسى الله يجمعنا على خير وسعاده. اي أيوة والله، فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي، هي زي ريحه الورد. ام عامر، خل عن سد ذبيحه، انا اللي بطبخها اليوم. انت اللي بتطبخين؟ ايه انا اللي بطبخ. غريبه، عارف عمك ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جايك أخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعة المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله اني كنت حاس، اجل جايب ذبيحه وورد مسوي بتضبط نفسك، انا ماني موافق، وبقول لهم انك عصبي وانك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، انت تدري اني ارمل، حالتي حاله، وبيلي مرت انت سند انتالي عمري، يا بعد حي خلك محضر خير. اجل اسمع، اجار الاستراحه لمده سنه مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحه كل شهر للاستراحه. دم دم. سلامات، وراك تصيح الحين، تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبه العافيه، انا والله بعد عندي تكريمه زينه، وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمه. يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. يا هلا والله وسهلا فيكم، شرفت ونورت، اعذرونا على قل الكلافه يا الربع. بس عاد يا اخي ليش تكلف على نفسك؟ كلفت كثير والله. لا والله، الا هذا واجبكم واقل من واجبكم. الا اخوي تركي، ابي منك خدمه وادري انك قدها، واللي تطلبه امر. سم. لا انا اكلم الاخ تركي الله يحفظك. انا اسمي عامر وبالانجليزي امر. ان شاء الله خويك خبيب دم. ذكرني اخذك معي السفره، والله انك ظريف. ابد، متى ما بغيت. ندزها الحين ابد، اللي تبيه. اهدى اهدى شوي، ترى متفقين غدا بس. وش دخلني انا؟ هو اللي اختارني. وش اللي اختارك؟ هو مدرب المنتخب، هو هيرفي ريراند يختارك. هيرفي، خذوني معاكم. انا انباه طهير ايسر بدل ياسر شهراني. ترى يحسبك مطعم. ها، كل 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 كل، لا ادبجك الحين كل. ما شاء الله على الشله الفله، شكلي باخذكم كلكم. المهم يا الربع، خلونا في الجد، انا ابغاكم وبخدمه. شايف سعد؟ تبشر بالطيب، الوالد شوفت عينكم في زهايمر، والذاكرة عنده مشوشة شوي، وأنا بطلع لي سفرة شغل كم يوم وبرجع، فأنا أبغاكم تفزعون لي هالفزعة، أبغاكم تدارونه وتراعونه لين أرجع. أنا أشوف، أنا قطعت قلبي. أنا قايل لك من ذاك اليوم إني أول ما شفت أبوك ذكرني بأبوي الله يرحمه. طيب عنده شغالة، ما يحتاج نقعد معه. عنده شغالة، بس الشغالة ما تقدر على فصلاته، أنا جايبها للنفخ والطبخ وإنها تهتم فيه وتنظيفه، لكن الفصلات الثانية ما يقواها إلا شرواكم، وكل واحد منكم أبرصه ب5000 ريال. 5000 ريال؟ 5000 ريال؟ 5000 ريال ينطح ريال. تصدق عاد، أنا من يوم ما شفت أبوك وقلبي جاء قشعريرة. يا أخي أحس إن أبوك يقرب لي. معلش يا أخ منصور، كيف ناخذ فلوس من أبوك؟ إحنا نهتم فيه، وإحنا ما نبغى إلا الأجر. علي الطلاق. عليك الطلاق، تاكل تبن وتسكت يا وجه الفلس. معناته اتفقنا. اوف 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 اوف، اتحداك السيارة البطلة. هلا بالحمر، هذه سيارات؟ لا،
هذه سيارة الوالد وما يحب يطلع مشاوير إلا فيها، يعني شفته متكدر زعلان متضايق خذوه فيها. إيش هذا السيارة القرنبع؟ على القرنبع أنت، هذه سيارة صنف ومخزنة مالها إلا ناسها. بس كنا الكبوت مرشوش على خفيف. يعني إرباقاتها طالعة يا سطل، لا تشارك بالحلال، هذه ما يطلع لها إرباقات، هذه دج خياش على طول. هذول الشغالتين اللي طلبتهم من أحسن الشغالات اللي عندنا، الأخت سيلانية وهذه أندلسية. كم هير؟ كم هير قدامي؟ كم هير أنت قدامي؟ الله الله بالمعاملة الطيب وأنا أخوك، هذول جايين متغربات ويترزقون الله وأمانة بعناقنا. هالحين أنت راسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتهم عندي هنا، اقلب وجهك أنت وياها، يلا قدامي عند الوالدة، يلا. كم هير اسمع، ما أبيك ولا تتكلم ولا كلمة ياوا، عشان ما تنكبنا ياوا، خلك أطرم ياوا، خلك أطرم ياوا، أقول لك خلك أطرم ياوا ياوا، خلك أطرم أقول لك. شو اسمك أنت؟ أنا ويري. وأنت وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين، طرم أنت ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما بي يسمع ما بي كلام، هو صغير تيهو فوق راسه الشجرة، هذا النتيجة. يا ساتر، الله يشافيها ويعافيها. طيب أبغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين. ها هي شكلها شاطرة وسنعة ذي، أقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما بي كلام، أنا ما في معلوم جريش، معلوم هذا منتو فربوزة يقولوش حركة. سلام عليكم. عليكم السلام. شلون أم سفر؟ بخير يا يما. عازم لي رجال من أخوياي عزيز على قلبي، لا القهوة ولا الغداء، ولا وصيك يا أم سفر ما بذيك الجريشة وذيك الكبيسة اللي ما عد وراها يا يما. الله يحييه يا يما، وهالحين بسوي لك القهوة والغداء، هذول باين عليهم وأنا أمك ما عندهم دبرة، خلهم بس ينظفون ويغسلوا لي هالمواعين، ومن تجهز القهوة بيجيبونها لك للمجلس. يلا بنات صورة صورة. لا 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 مو حلوة مو حلوة، أصبروا. نفس جو الاستراحة، ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة. ها والدب شاهي خفيف ومخدر بتنكه، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبه، تمشي وتدق رقبه. يا الله وش الاغنيه القديمه ذي، من وين جبتها؟ هذه من مسرحيه المهابيل. اوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سهرات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي، عادي خلاص اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية، يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما له داعي، اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش وشو له جاية معنا دامك ناسي كل اللي موصينك عليه؟ يا بنت الحلال خلاص روقي، طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب، مرمانة عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لا اصكك من التلمس الحين. بديت المعصبين انا. تبون لفة؟ اكا اكا في الدكة. عامر اخوانا معهم. تعال يا ولد
شكرا. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، لبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ ايه.